وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة شداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العلي العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: الجبن منقصة. يبدأ الإمام كلامه بالحديث عن الكرم والبخل، البخل عار والجبن منقصة. من بلاغة الإمام سلام الله عليه أنه قد يلخص موضوعا كبيرا مهما في كلمة أو كلمتين، وهذه عادة العظماء. من السهل أن تتحدث ساعة في موضوع توضحه للناس، لكن من الصعب أن تلخص ذلك الموضوع في كلمة أو في كلمتين، في جملة أو جملتين. من كلمات الإمام سلام الله عليه التي تلخص مواضيع كثيرة ترتبط بعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بمحيطه، هذه الكلمات القصار: الجبن البخل عار والجبن منقصة، والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل غريب في بلدته. في الواقع جذور الجبن وجذور الشجاعة وجذور الكرم وجذور البخل كلها في النفس الإنسانية. فأحيانا نتحدث عن معالجة مسألة البخل أو مسألة الجبن مع فرد نريد أن ننصحه في ذلك، ومن ثم نجعله يغير ما بنفسه، لكن الحديث هنا ليس عما يشعر به الإنسان، أي الحديث هنا ليس عن المشاعر، إنما الحديث عن ما يظهره من أعمال ومواقف من يخاف. البخيل لأنه يخاف من الفقر فهو لا يعطي ماله للناس، إذن البخل له جذر في النفس الإنسانية، وهذا الجذر هو الخوف من الفقر. الجبان أيضا يخاف من الموت، يخاف من أن يفقد شيئا من صحته من أعضائه أو يفقد الحياة، فإذا يكون جبانا. هذه المشاعر الداخلية الحديث عنها في مكان آخر، الحديث هنا ما يظهر من المواقف، مع قطع النظر أن صاحب هذا الموقف كان شعوره طيبا أو لم يكن. يعني من أعطى ماله للناس مع خوفه من الفقر، يعني مدى يشعر بالكرم
كرم في داخله، لكن عمليا صار كريم، أو كان الشخص يبدي مواقف شجاعة وإن كان في داخله خائفا. الحديث هنا عما يظهر من الموقف في قضية الجبن وفي قضية البخل وفي المسائل الأخرى. الذي هو مطلوب منا أن نظهر الكرم واقعا خارجيا، أن نظهر الشجاعة في الواقع الخارجي. ولذلك من يقول إنني أخاف فلا أقدم فإن حجته مردودة عليه. نحن لا نتحدث عن الخوف وعدم الخوف، نحن نتحدث عن من يحمل خوفه معه ويتحدى هذا الخوف فيكون شجاعا. أنا ما أريد أبدل نفسية الأفراد ولا أن أبدل مشاعرهم، أنا أريد من عنده موقف شجاع، أنا أريد من عنده موقف الكرم وليس ما يشعر به في داخله. إذن البخل وضده الكرم، الجبن وضده الشجاعة، ليست مجرد مشاعر حتى نتحدث عن ما يحس به الفرد في داخله، إنما الحديث عن المواقف. ما هو الجبن؟ الجبن عدم الإقدام في شيء تخاف منه. أحيانا يكون الجبن يظهر في فتح شركة، أحيانا يظهر الجبن في مواجهة عدو. ومن أصعب المواقف التي لابد أن نظهر شجاعتنا فيها موقف الإنسان مع نفسه، لأنك تحارب نفسك، نفسك تتوق إلى معصية من المعاصي وأنت تريد حرمانها منها، فإذن لابد أن تكون شجاعا في مواجهة نفسك، في مواجهة رغباتك شهواتك وما شابه ذلك. إذن الشجاعة ليست في أن لا يخاف الفرد، إنما في أن يتحدى الخوف. الخوف الذي يمنع الإنسان من الشجاعة قد يكون خوفا من الفشل، يخاف من الفشل فإذا ما يقدم، يخاف من الفشل فلا يكتب كتابا، يخاف من الفشل فلا يلقي كلمة أمام الملأ، يخاف من الفشل فلا يقوم بتأسيس مشروع، يخاف من الفشل في مختلف أموره الحياتية، لأنه يخاف من الفشل فهو لا يقدم، أي أنه يقبل بالفشل خوفا من الفشل. أقدم لعلك تنجح، ليش تقول أنا فاشل في هذا الأمر وتحكم على نفسك؟ كل الذين نجحوا في الحياة سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الديني، هؤلاء كانوا يخافون من الفشل لكنهم كانوا يتحدون هذا الخوف فيقدمون فينجحون. أحيانا يكون الخوف من الهزيمة، لو حملت راية عدل في مواجهة ظالم قد لا أنتصر في مواجهته، نعم قد لا تنتصر، ما في شيء مضمون، لا عند الأنبياء والأوصياء ولا عند عامة الناس. هل كل الأنبياء نجحوا حينما رفعوا رايات العدل؟ أبدا، قليل من الأنبياء من انتصر على العدو، إلا إذا رب العالمين تدخل، كما حدث بالنسبة إلى إبراهيم، كما حدث بالنسبة إلى موسى، كما حدث بالنسبة إلى عيسى رفعه إليه. لكن الأنبياء كانوا يحملون هذه الراية مع احتمال الهزيمة، الناجحون في الحياة ينجحون مع احتمال فشلهم. فالخوف من الشيء يدفع الفرد إلى عدم الإقدام، هنا الشجاعة في أن تقدم وأنت تخاف. في كلمة للإمام علي جدا جميلة، يقول الناس من خوف الخوف في خوف، لأنه يخاف فهو لا يقدم فهو خائف. الناس من خوف الخوف في خوف، ليش تخاف من الخوف؟ أصلا الخوف من صفاته أنه يهرب إذا هجمت عليه ويتعقبك إذا فررت منه. شأن الخوف هنا شأن الكلب العاوي، الكلب إذا هجم عليك فوقفت وهجمت عليه يهرب، لكن إذا هربت منه
فهو يتعقبك، لابد أن تقف. الآن تقول أنا أخاف، طبعا تخاف، هنا الشجاعة أن تتحمل خوفك وتقدم، لا أن لا تخاف، لتنتظر حتى هذا خوفك يروح بعدين تقدم. الناس من خوف الخوف في خوف. ويقول أيضا في الكلمة المعروفة: إذا خفت من أمر فقع فيه فإن شدة توقيه أكبر منه. يوم اللي تخاف من فرش ذب نفسك فيه، بعدين تكتشف هذا ما في مكان داعي للخوف من عنده. مثل أشخاص قد يكون عندهم مشكلة أنهم يرون الطريق مسدود، بس الطريق مو مسدود، يرون كل عقبة من عقبات الحياة يرونها جدارا، يرونها جبلا، بينما هو جسر لازم تمر عليه، برد ستارة موضوعة هنا في شكل جدار. كل أمور الحياة هكذا، حينما ترى هذه الستارة وتظن أنها جدار ولا يمكنك أن تخترقه أقدم، وإذا بك تكتشف أنه لم يكن ستارة وإنما هو مجرد، لم يكن جدارا وإنما كان مجرد ستارة. الشجاعة إذن أولا موقف شجاع والمطلوب مع قطع النظر على المشاعر. ثانيا الشجاعة شجاعتان: شجاعة أمام العدو وشجاعة أمام النفس. ومن نجح في شجاعته أمام نفسه فهو حتما يكون شجاعا أمام عدوه. البعض يقول ويبرر بأنه قد أنهزم وقد أفشل وقد أخسر إذا أقدمت على مغامرة تجارية مثلا، على عمل اقتصادي مثلا، أو على عمل اجتماعي. هذا وارد طبعا، بالنسبة للجميع وارد، وأنت واحد منهم، لكن بدون أن تقدم لن تنجح، هذا أعرفه. يعني إذا ما أقدمت الفشل بالنسبة لك حتم، لكن إذا أقدمت احتمال النجاح وارد. إذن الشجاعة ليست في أن لا تخاف، إنما أن تتحدى الخوف. الشجاع ينتصر على الخطر قبل أن يراه، لأن الشجاع اعتبر أنه انتصر، مجرد أنه قام بهذا العمل وهو خائف إذن هو ارتقى سلم الشجاعة. أول مرة أنا وقفت لكي أخطب أمام الناس وكانت أمامي طاولة، ما أتذكر عمري كم كان، لكن ربما 13 سنة 14 سنة، على ورقة ألقي محاضرة بمناسبة النصف من شعبان، فوقفت وإذا العيون متسمرة إلي، فأخذتني رجفة من الخوف، وكدت أن أسقط لولا الطاولة التي أمامي استندت إليها، وصببت عرقا والوقت كان شتاء. بعدين هم ألغيت بعض الأسطر، نسيت بعض الأسطر، الأغلاط النحوية ما أعرف إيش قد كانت، خلصت إجيت قعدت. حقيقة هواي خجلت من نفسي، أنا ما كنت أعرف أن هذه المسألة أو أول مرة أخطب أمام الناس فيه هذه الهيبة وهذا الخوف وهذه الحالة التي اعتورت. لكن في الليل يوم اللي ريت أنام، نفسي قالت لي، نفسي الأمارة بالسوء طبعا، لأن من جملة الموارد التي لابد أن نتحدى النفس الأمارة بالسوء في مجالات الخوف، لأن الشجاعة مطلوبة كما قلنا في كلمة سابقة، الجبن منقصة. فقلت لنفسي: ما لك وهذا الأمر، في مجالات كثيرة تقدر تكتب كتب، تقدر تعمل أعمال، تقدر أي عمل من الأعمال التي يقوم بها رجال الدين، الخطابة ألغيها. بعدين قلت لنفسي: لا، أنا نجحت في أنني وقفت وألقيت الكلمة، نجحت على نفسي، هذا هو النجاح المطلوب وقد عملته. الشجاع في الحقيقة ينتصر على الخطر قبل أن يراه. الشجاع عادة لا يخاف إلا مرة واحدة أو مرتين، لكن الجبان دائما بيخاف، دائما في حالة خوف. الناس من خوف الخوف في خوف، لكن إذا اقتحمت على الخوف معاقلة فهو يهرب منك. الجبناء مثلا يخافون من الموت، كم مرة في اليوم الإنسان يموت؟ والإنسان يموت مرة واحدة، لكن هذا الصبح دي يخاف من الموت، العصر دي يخاف من الموت، صار عنده وجع في الرأس يخاف من الموت، وقع من الدرج يخاف من الموت، عشرات المرات دي يخاف. بينما لو كانت عنده شجاعة
يقول لا يأتيني الموت إلا مرة واحدة بأمر الله ولا أستطيع أن أرده. انتهت السالفة. إيش أخاف من عنده؟ يومية ده أخاف من عنده. أغلب الناس لا يقدمون لأن خوفهم خاصة في مواجهة الأعداء ينتهي الخوف من الموت. لكن تعال شوف هاي الكلمة من قالها؟ قالها أشجع الشجعان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذه الكلمة، حياته تدل على أن من لا يخاف من الموت لا يموت إلا مرة واحدة. كم خاض من الحروب، كم قذف بنفسه في لهواتها، كم واجه من الأعداء، وأخيرا ما قتل في المواجهة وإنما قتل غيلة في المحراب. هذه حالة جميع الشجعان. الآن يقولون ويتحدثون عن الحروب، يقولون الجنود الذين يواجهون المخاطر ويهربون، هؤلاء يقتلون أكثر من الذين يقفون ويثبتون. والمدنيون عادة في الحروب هم الذين يقتلون أكثر من غيرهم، لأن الذي يخاف من الموت يحذره ويتصدى له، أما يعني الشجاع اللي يتحدى الخوف، أما الذي يخاف من الموت يهرب ويأتيه الموت من ورائه. إذن كلمة الإمام عليه سلام الله عليه في أن الجبن منقصة، منقصة في إنسانية الإنسان، منقصة في حياته، منقصة في النتائج. أهمية الشجاعة أن نسبة منها مطلوب في كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، كل خطوة تخطوها. وأنت تريد أن تأكل طعاما مثلا، هذه حالة طبيعية نمارسها كل يوم عشرات المرات. لكن الشخص اللي يخاف تشوف ما يقدم، يخاف من المرض، يخاف من العرض، يخاف من السم، يخاف من الكذا، ما في عمل تقوم به، حتى الأعمال اليومية العادية، إلا والشجاعة مطلوبة كنسبة معينة. طبعا حسب الهدف، كلما كان أكبر كلما كانت الشجاعة المطلوبة بمستواه. بس الشجاعة فيها ضرورتها، أنها لابد منها في كل عمل. شجاعة من شروط القيادة، شجاعة من شروط الإدارة، شجاعة من شروط النجاح في الأعمال الاقتصادية، الإمامة، المرجعية وإلى آخره. سؤال مهم بعد هذه المقدمة، كيف يمكن للمرء أن يكون شجاعا؟ كيف يمكن للمرء أن يكون كريما؟ كيف يمكن للمرء أن يكون غنيا؟ كيف للمرء أن يكون عالما؟ وإلى آخر هذه التساؤلات. كيف يمكن واحد يكتسب صفة ما عنده؟ يقول أنا مو شجاع. زين، لازم تكون شجاع. مثل واحد يقول أنا ما أعرف أقرأ وأكتب، خروح أتعلم أقرأ وأكتب. أتذكر أحد الأولاد أول سنة من المدرسة، كنا نريد نخليه في الصف الأول، يقول مو إذا رحت إلى المدرسة المعلم يقول لي أكتب أنا ما أعرف أكتب. زين، روح المدرسة حتى يعلمك شلون تكتب. أنا مو شجاع. الجواب لازم تكون شجاع، لكن تستطيع أن تكتسب هذه الصفة كما تستطيع أن تكتسب أي صفة أخرى. طبعا بعض الشجاعة فطري في الإنسان، لكن بعض الشجاعة اكتسابي. وأقول فطري لأن كل الصفات الحسنة في الإنسان فيها نسبة من عمل الله وعطاء الله وموهبة الله. جميع الصفات الحسنة فيها نسبة في داخل النفس الإنسانية، بس هذه الحالة لازم تنميها. مثل العقل، حتى العقل مثل النبات، لابد أن تغذيه، لابد أن تنميه، لابد أن تسقيه كما تسقي النبات حتى يتحول إلى شجرة. شلون العقل ننمي؟ بالمطالعة، بالقراءة، المشورة مع الآخرين، الحديث مع الآخرين، والتفكير، هذه كلها تنمي عقل الإنسان. رب العالمين أعطاك نسبة من الشجاعة الفطرية. ترى الأطفال عادة مو هو يخافون، طبعا هذا نتيجة ربما جهلهم وعدم معرفة المخاطر، لكن الله ما أعطي نسبة من الشجاعة للإنسان. جميع الفضائل من الله عز وجل كنسبة أولية، وجميع الرذائل من النفس الإنسانية. جميع الفضائل
من روح منه وجميع الرذائل من الحمأ المسنون. وقد خلط الله الأمرين وخلق هذا الإنسان. كيف أكون شجاعا؟ هذا السؤال يشبه أن نقول كيف أتعلم القراءة والكتابة، كيف أتعلم السباحة، كيف أتعلم السياقة، كيف أتعلم أي مهنة من المهن. الإيحاء الذاتي أمر مهم هنا، وهي النقطة الأولى في اكتساب الشجاعة، أن تقول لنفسك أنا شجاع كل يوم الصبح 10 مرات، تقول لنفسك أنا شجاع أنا شجاع أنا شجاع أنا شجاع أنا شجاع، أنا ما أخاف أنا ما أخاف أنا ما أخاف أنا ما أخاف. إيش وقت تظهر النتيجة؟ بعد 4 أشهر 5 أشهر، وإذا بك تشوف فعلا ما تخاف وتتعجب شلون سابقا كنت أخاف الآن ما أخاف. طبعا الإيحاء الذاتي مهم جدا في كل الصفات الحسنة في الإنسان. حينما تقول لنفسك أنا كريم فالنفس تتصرف وكأنها كريمة، لأنك برمجت النفس على الكرم، كما أنك لو برمجت الكمبيوتر على شيء معين يعطيك ذاك الشيء المعين. الأمر الثاني، تخاف من شيء كبير، تدرج خطوة فخطوة. كيف يتعلم الناس القراءة والكتابة؟ دار، هذه كانت في القراءة العربية في العراق، يبدأون من دار، يكتبون دار د ألف ر، يواش يتعلم الحروف، يواش يتعلم الكلمات ثم الجمل ثم ما شابه ذلك. التدرج في الكرم، التدرج في الشجاعة، يعني التدريب العملي للنفس. دخلت في الغرفة خفت من الظلام، فبمجرد ما دخلت رحت وراء أنه تشغل النور، المصباح تشغله، انتظر 5 دقائق مشكلة. تخاف من شيء شوي، انتظر، تحمل هذا الخوف، لا تنساق إلى الصفات السيئة في نفسك، ولكنهم أخلدوا إلى الأرض. رب العالمين يقول شوي أخر السالفة، ما في شيء، تدرب عملي على الشجاعة. ثالثا، فهم الأخطار. شوف ليش تخاف؟ يعني الجدران هذه تاكلك؟ لا. فإذا صار ظلام ليش تخاف من عدو؟ الجدار هو في مكانه، الباب في مكانه، كل شيء، ما في مجال للخطر. يعني اعرف، المعرفة من أسباب الشجاعة، من أسباب الكرم. من يعرف أن الله يعوضه إذا أعطى فهو يعطي، من يعرف أن الأخطار لا تهجم عليه لأنه يخاف منها، لأنه يخاف من عدل الأخطار تهجم عليه، ما له دخل بالموضوع. أنا إذا أطفأت الأنوار الموجودة هنا، هل الجدران تأكلني؟ هل السقف هذا ينهد علي؟ هل الأرض تخسف بي؟ لا، ما له دخل. فليش أنا دا أخاف من الظلام؟ وأعرف سلفا أن ما حولي ليس خطرا بالنسبة إلي. مصادرها، نخاف من، يعني أكو مصادر للخوف حقيقية. مصدر الخوف الحقيقي هو الله، ومصدر الرجاء الحقيقي هو الله. والإنسان إذا استطاع أن يخاف من ربه وأن يرجو ربه، حينئذ لا يخاف من أحد، ويعيش حالة من الرضا وحالة من العظمة الداخلية، يشعر أنه كبير، يشعر أنه عظيم، لأنه صفر مع الواحد فهو 10 مو 1. أن تخاف من الله، نعم هذا مطلوب وضروري، تخاف طبعا، مصدر الخوف الله، لأن الله إذا أراد بك شرا لا يستطيع أحد أن يدفعه عنك، وإذا أراد بك خيرا لا يستطيع أحد أن يدفعه عنك. مصدر الخوف الحقيقي هو الله، ومصدر الرجاء الحقيقي هو الله. أما البشرية كلها ربما لا تستطيع أن تفعل بك شرا إذا ما أراد الله لك ذلك. هذا مو معناه أنه ما نحذر، ما نحسب حساب الأخطار، لكن كثير من مصادر الخوف لا قيمة لها، لا خوف منها، ما قضت على الناس من قبلك، ولن تقضي عليك، ولن تقضي على من يأتي بعدك. ليش تخاف من عنده؟ تخاف من شو؟ كان عندنا شيخ في كربلاء في المدرسة، هذا عيونه كانت صاير ضعيفة في كبر سنه، شيخوخ. فأحد رجال الدين إجا قال في غرفتي حية، فإجا هو وأخوه، أخوه كانت عيونه قوية،
هسه أخوه يريد يمسك بالحية لأن هذا الشجاع يدور على الحية. أخوه يقول أنت أخو ماذا تشوف؟ يقول ألمسه ألمسه، كان عنده شجاعة. وأخيرا أخوه صاد الحية، دخلت في ثقب فأخذها من ذيلها. هذا الأخ اللي كان شجاع جدا وعيونه متشوف عدل قال أعطيني إياها، قال تعال خذ، فأخذ هذه الحية. شجاع، لا قتل بالحية ولا أصابه مكروه. شجاعة أساسا أمر جيد، والنبي حينما يقول إن الله يحب الرجل الشجاع ولو بقتل حية يتدرج وياني، يعني ابدأ من شيء وتدرج، ابدأ من عدم الخوف من الحية، ما راح تخاف من طاغوت. الحية والطاغوت ربما الحية أخطر من الطاغوت، فإذا تغلبت على خوفك من الحية تتغلب على الخوف من الطاغوت. أنا أذكر كنا في بيت كان يقال أن في هذا البيت الطابق السفلي فيه جن، فكان البعض يخاف. أنا تعمدت ليلة من الليالي أن أنام في ذلك البيت وحدي، ونزلت تحت في منتصف الليل، يا جن عرفني على نفسك، خلنا نصادق وياك، خلنا نتعارك وياك، خلنا نتصارع وياك، وينك أنت؟ شو ما شفنا الجن. لكن واحد اللي دائما دا يخاف من الجن، من حفيف الشجر، من تحرك الستارة بسبب الرياح، من مشية القطة على السقف، هذا كله يفسر الجن. جن جاي علي، خير انت الله خلقك أرفع من الجن وأقوى من الجن وأهم من الجن، شنو قيمة الجن في مقابلك انت تخاف من الجن؟ وهكذا بقية أسباب الخطر. خامسا، أن نضع في بالنا دائما أننا ملك الله، فإذا أمرنا الله بشيء فلا بد أن نعمل. تصور عبد اشتريته من السوق في أيام النخاسة وشراء العبيد، أو موظف وجئت به إلى دارك لكي يقوم ببعض الأعمال، ماذا يقوم بعمله؟ ليش؟ أخاف. تقبل من عنده؟ تطرد. أنت ملك الله، فإذا أمرك الله بشيء حتى لو كان فيه الخطر فهذا في مصلحتك، سويه مصلحتك. يأتي الرجل ويدعي أنه من أتباع الإمام، فيقول له الإمام ادخل في هذا التنور، فيحجم يخاف. عمي الإمام مالك يريد الخير لك، ما يريد يحرق بالتنور قطعا ويقين. ثم يأتي شخص آخر يقول ادخل في التنور، يدخل ولا يحترق. حينما نعرف أن الله يريد الخير لعباده، وأنه إذا أمرهم بشيء فإن مصلحتهم في ذلك، فلا بد أن نقدم وإن كنا خائفين. خليك ده ترجف وتقوم بهذا العمل، تفكر غيرك اللي شجاع ويضرب به المثل في داخل ما كان يخاف، لا هم كان يخاف، يعني مثل فد واحد اللي راكب على الأسد، أكثر واحد ده يخاف منه هو اللي راكب على الأسد، لكن الأشخاص اللي من بعيد يقول الله إيش كذا هذا الرجل الشجاع ده يخاف. لكن الشجاع يا هادي أن تتحدى الخوف وتركب على الأسد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول الإمام الفقر يخرس الفطن عن حجته. تكلم الإمام في هذه الكلمة عن الجبن والبخل والفقر، في رابط بيناتهم؟ نعم في رابط. الجبان لأنه يخاف فهو لا يقدم، البخيل لأنه يخاف من الفقر فلا يقدم. الجبان فقير في شخصيته، ناقص في شخصيته. الفقر شيء زين؟ لا، الفقر شيء مو زين، كلنا نعرف هذا الشيء، هذا مودع في وجداننا. الكل يريد الغنى والكل يهرب من الفقر. الإمام يتحدث عن شيء واقعي خارجي، يقول الفقير عنده مشكلتين، في داخل المجتمع غريب حتى لو في بلدته، وأيضا الفطن الذكي ما يقدر يعبر عما في داخله لأنه فقير. الناس يحترمون الأغنياء
ولا يحترمون الفقراء. الغني إذا قال كلمة لا قيمة لها، كلمة تافهة، الكل يتحدث عن كلمتي. شنو قال؟ تعال شوف شنو قال، شنو قال، شنو قال، هيك تفاهة من التفاهة. لكن لأنه غني فالناس يشيدون بكلمته، ربما الشعراء أيضا ينظمون قصائد حوله. لكن الفقير المسكين مهما كان غنيا فلا أحد يهتم به. جحا ما كان مدعوا في وليمة، فجاء حتى يدخل منعوه، لأن ثيابه رثة، حالته حالة، راح لبس فرد جبة تخاز غالية، وجاء بمجرد ما جاء رحبوا به وأدخلوا، فجلس على سفرة الطعام وبدأ يقول لثوبه لجبته كل كل. الناس تعجبوا، شنو كل؟ الإنسان يأكل أم الجبة؟ قال في الحقيقة ما خلوني أدخل لأن ثيابي رسة، أدخلوني بسبب الجبة، فالجبة هي المدعوة وليس أنا. شوفوا بعض الأفراد في الحقيقة فيما يرتبط بالغنى والفقر، الفقير لا يستطيع أن يعبر عما في داخله لأن فقير، من يسمع كلام زين؟ ما دام هذا الفقر الشيء غير طبيعي ومضر ويخرس الفطن عن حجته، احنا هم لازم نهرب من عنده. طبعا أن نهرب من البخل، وأن نهرب من الجبن، وأن نهرب من الفقر. والفقر يخرس الفطن عن حجته، والمقل اللي وضع المادي مو هالقد غريب في بلدته. سؤال هنا يأتي، هل الفقر ممدوح أم مذموم؟ هل الغنى ممدوح أم مذموم؟ لا، الغنى مطلوب وممدوح بشرطها وشروطها، أن لا يكون بخيلا، أن لا يكون غنيا على حساب الآخرين، أن لا يكون بخيلا ولا ينفق، يكون إنسان عنده ثروة يوسع على عياله ويوسع على نفسه، هذا أمر جيد. يعني أن قضية الغنى والفقر قضية ترتبط بآثارهما. إذا كان إنسان فقير لكن أثر الفقر لا يظهر عليه، هذا الفقر ممدوح. إذا كان غنيا وأثر التكبر والبخل وما شابه ذلك لا يظهر عليه، هذا الغنى ممدوح، الأثر هو الذي. الفقر يؤدي إلى الضعف، ضعف الشخصية لذلك يخرس الفطن عن حجته، وضعف في مجتمعه، ولذلك في المجتمع الذي لا يحترم إلا الأغنياء حاول أن تكون غني. لكن لسر مثل أن لا يدخل كما يدخل الأغنياء. المسكنة أساسا مذمومة، السؤال بالكف حرام، تظهر فقرك للناس بأنت مد إيدك، مد إيدك لله. إن الله يبغض البؤس والتباؤس، واحد يتظاهر بالبؤس، يتظاهر بالفقر، الله يبغض هذا الشيء. بالعكس، الله يحب الشخص اللي إذا في داخله في واقعه فقير لكن في الواقع الخارجي عنده حسب التعبير فالثوب يطلع بي برا، الناس يفكرون غني لكن ما عنده إلا هذا الثوب مثلا. الغني، الغنى قد يؤدي إلى الغرور، يؤدي إلى الطغيان ومنع الحقوق، إذن هذا مذموم إذا أدى إلى هذه الأمور. إذا ما أدى، لا. الأئمة سلام الله عليهم كانوا أغنياء، الإمام الحسين حتى في كربلاء كان غني، جاء بما جاء من الإبل ومن الفرس ومن كان عنده وكان يعطي، لكن غني ما أثر الغنى عليه سلبا وإنما إيجابا. إذن للغنى آثار سلبية وللفقر أيضا آثار سلبية. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. أغنني، تطلب من الله أن يغنيك من حلاله، يعني الغنى المادي هنا أنا. مو الغنى المعنوي، لا، الغنى المادي. أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. إذن من واجبنا أن نعمل دفع الفقر عن أنفسنا ودفع الفقر عن الناس، هم عن نفسك تدفع الفقر وهم عن الناس. شوف ايش قد احنا عندنا كفارات، كفارات الطعام، وكم عندنا من الروايات التي تحث الناس على العطاء، حتى من لا يملك شيئا مقدار بسيط من المال يملكه حتى هذا يعطي، حتى تتعلم على العطاء.
ويطعمون الطعام على حبهم وما عندهم. هذا الإيثار شنو هو؟ الإمام علي، فاطمة الزهراء، والحسن والحسين وفضل سلام الله عليهم أجمعين، ما كان عندهم هذا الطعام الوحيد اللي عندهم، صايمين من الفجر إلى ذاك الوقت ما ماكلين، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حتى لو كنت فقيرا فكن فقيرا معطاء، ولو كنت غنيا فبنفس النسبة لازم تكون معطاء، مو تقلل النسبة. يوم اللي كنت فقيرة ما عندك إلا 100 أعطيت 20، 100 دينار أعطيت 20 دينار، صار عندك 100 مليون هم تعطي 20 دينار أو 40 دينار؟ لا، بنفس النسبة 20 مليون تعطي. من إذن من آثار الفقر أنه يقلل من قيمة الشخص عند نفسه، مو فقط عند الناس، عند الناس غريب في بلدتي، حتى عند نفسه، مع أنه فطن، مع أنه ذكي، لكن لا يظهر فطنته ولا يكون محترما عند الآخرين. نعود إلى الآية المباركة التي بدأنا بها. رب العالمين يتحدث عن الشجاعة في مواجهة الأعداء هنا، يقول: قد يعلم الله المعوقين منكم. لا تروح، لا تعمل، عمي غيرك الشجاع خليه يروح، ليش تمنعه؟ أنت جبان. بعض الناس بخلاء ويمنعون الناس من العطاء، يأمرون الناس بالبخل. بعض الناس جبناء ويمنعون الناس من الشجاعة. والقائلين لإخوانهم: هلم إلينا، لا تروحن ويا النبي. ولا يأتون البأس، يعني الحرب، المواجهة إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف، بعد ما يقدر يتكلم، فإذا جاء الخوف ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كأنه دا يموت خايف، بس بعده قاعد ما في شيء، بعد الخوف ما جاء، يعني الخطر ما جاء عليك، ليش تخاف؟ كثيرا ما يخاف الناس قبل أن يصل الخطر إليهم. تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف، خوفهم راح، سلقوكم بألسنة حداد. يوم اللي خوفهم راح، قبل شوية كان ساكت كأن على رأسه الطير، لكن الآن بدأ يتكلم، صار بلبل. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. هذا هم جبان في مواجهة العدو وهم بخيل. وطبيعي الشجاعة والكرم مرتبطتان، والبخل والخوف أيضا مرتبطان، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.